تحياتي متتبعين قناة مصطفى لوك. وعباد الله اش واقع؟ وليد الركراكي كيمرضنا ويفقسنا ويطرطقنا ويخرجنا العقل، وعموتا كيجننا وكيهبلنا وكيورط الجميع. اش هادشي هذا؟ عموتا تا اش النتيجة اللي درتي في باكستان؟ الساعة اللي حنا كان تقاتلوا وكان موتوا العقم الهجومي وانت عندك اخويا شي شايد شاط عليك اخويا شي راه بزاف شياطة درتي فيها اخويا اعطينا وشوف مع واجد اخويا شوف هالع 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 ورعفات من الجمهور المغربي يقول بغيت شي تجي هكا ورطك ملك الاردن وهالع رعفات من الجمهور المغربي ما تهدر معاك انا عارفين راس رافوك راس وقاصح وما كيرضاش وما كيسمعش وما غنان وحقار و لا ما نجيبش انا حالي تحس هضر فيا خصك تسكت لعب وسكت بين اللي في رجلك انت راه ما بينتينا لا برجلك ما بينتينا لا بشي تكتيك انت ما بينتينا بوالو انت غا سكت خصك غا بقى لك وليد غا تحقد ما كترضاش سكوت حقار ديكتاتوري انت كتجيب ملاعبي وكتجلسهم في البنكي والله يهدي الله يابا لا ناش تكتاكي مقاد لا والو خلي يا صاحبي ماشي حشومه عليك ابراهيم ديا صاحبي تخسخو تسكر وحط له شي واحد حداه حط له شي ملاعبي اللي يلعبوا الكره قصيره والمستوى ديالو شويه يكون قريب جرب حط حداه الناحيه اللي كيتفاهم معاه دابا ملاعبي واحد اللي كيتفاهم معاه كنشوفوه هو إلياس الصغير قربوا عنده اخويا ولصقوا مع بعضياتهم ولا شوف اش غادي دير بيناتهم ولا جيب عاود الملاعبيه اللي مونير الحدادي نزلوا حداه ولا جيب ملاعب اللي كيلعب الكره قصيره ولا ملاعبيه د لاماسيه خلطوا مع الياس الخير اخوماش خلطوا مع دراري ديال ما تحطوش بوحدو مسكين بلا سلاح بلا والو مع الاخوان ديالنا الافارقه كاين غا كاين غا دق دق مشى انا والله العظيم الا بقى في هذيك اشرف حكيمي ما عرفناش من اللعب كيلعب واش من الدور ديالو في المنتخب تا واشرف تمشي عند المدرب ديال امير تقول له راه ما كيضربونا اش صدر معاه هضر مع الملاعبيه اللي قربك شي واحد طيح خرجهم بالحمراء نخرجوا الماكسيموم بالحمراء السلام عليكم واللي قاصو يطيح اللي قرب له يطيح يوقف الكره تي يقرب عنده اخر ويطيح عادي صادوه خوبة الكره راه بالله وديك النيه اللي في المغاربه ديما في التاريخ ديالنا هي اللي خارجه علينا راه بالله ونرد وعاود بالله ونعاود بالله الى تاريخ ديال الكره المغربيه في النيه وحنا زوينين الله يعمرها دار هي اللي خرج علينا بكازي فريعة التخرج ليا بالحمرة الثاني جوج ثلاثة أربعة زل علي الشبكة خمسة ستة سبعة ثمانية أدخلنا الملاعب هي الأفارقة أديلنا بنادم اللي هو مسمام معاهم مسمام يشماه يتقاتل معاهم خليهم الله يودي اللي جا كي تخر من عندنا توانسة كيمرضونا ويعذبونا المصريين كيخرجونا من الماتش كلشي كيخرجنا من الماتش حنا ما عمرنا كنقدو على شي واحد لا حيد لي ديك النية اخويا حيد لي رتك حليمة تا حيدنا من النية وحرج معايا طلق معايا الحروجية او طلق الحارة اخويا طلق الحار اطلق الحارة اخويا قال لي شو هذوك الملاعبين اللي كاين النمرة 20 اللي كيلعب الترواج دارنا في الملاعبية الدوق الدوق هذاك ما خرجتوش من الحمراء صاحبي تشمو شي واحد كتلعب تاع على النقاط الضعف ديالو تا هو هما كيلعبوا لا العنف على داك العنف حنايا غادي نربحوكم هذاك العنف نخرجوا منكم واحد ربعه ولا خمسه داك العنف شدوا منكم بينالتيات بديك العنف نشدوا الفالطات بديك العنف من الحق شكون الملاعبين اللي غادي يلعب هذا هو الجاهز ديالنيا ماشي كيحني راسو يجري 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 ولا بحال ابراهيم دياز كيحني راسو يبقى يجري يقول الدق لا لا خو لا هو براد ركز معايا اخوة قرب قاسك غا حط يدو عليك غا كتشوفو انت غادي يجي نقاز وكدا اعطيه الحمرة اعطيه اعطيه الحمرة كون خبط كورة وليد الكراكي راك والله العظيم الا تعلم اخويا تشوف تا
ترغب تا اجلس معايا شي جليسه. قول له خويا عافاك هالعا انا قارب 60 مليون هالعا اش داير انت داك النشامي الله يهد مالك ديال اللي يرغبوا صاحبي. قول له هالعا ما تمشيش ما تسمعش فينا وتمشي على المنتخب المغربي حيت عارفوا بانه غيمشي للمغرب حيت مغربي حيت مغربي هادي جي المنتخب المغربي السيستيم ديالو حنا كنخافوا على زياد كنخافوا على ليسونسيمو كنخافوا على كدا حتى اللي برجلو يحطها حتى اللي عنده شي قميص يعصروها اخويا حتى اللي لمنا شي ناج اللي غادي توصل الكره للمهاجمين الكره تلعب وتوصل ها ما حنا ندخلوا واليد على اشرف حكيمي ميت الله شي اودي لعبنا الكره أبا أشرف حكيمي ولا زياش ولا بونو ولا أوناحي ولا أمرابط هاد القداسة ما بقاتش وما خصهاش تبقى لأنهم لاعبية كاملين بطيئين والصناعة هاد اللعب ديالهم كاملة بطيئين وأوناحي خصو يجلس بحاله ماشي أوناحي اللي هو اللي كيلعب لي كرة سريعة ما كيتحرك راه قالها بفمه لعبنا راه مفروش وناحي ملي كيحرك راه كيعرفوه بانه في غادي وفي ماشي ماشي ابراهيم دياز ملي كيجي كيشرك ثلاثه وكيشدوا الكارطة خصنا شي واحد اللي هو يلعب وانا ما كرهتش منير الحدادي نشوفه ونشوف عبد الحميد صابري ونشوف نهج تكتيكي اخر ما بقاش عندنا حنايا الملاعبيه بزاف في لا ديفونس وفي جهاد لا ريكوبيراسيون ديال البالون خصنا في الكارو خصنا الكارو تما يعمر بملاعبيه مغربيه الوسط نشدوه الوسط نملكوه الوسط نملكوه ماشي كنقرقبو الناب مع بونو والحجايات لا الوسط ملك النص الوسط ولعب على الظهر ولعب ملاعبيه اللي كينيرفيو السرعة 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 في صناعة اللعب السرعة والنجاعة والنجاعة الهجومية والخبط الإفريقي والأدغال الإفريقية ملي كتلعب في إفريقيا كتلعب ديك النقاط القوة اللي هما كيعتبروها كيعتمدوا عليها باش يخرجونا من الماتش حنا خصنا نخرجوهم من الماتش نخرجوهم من التركيز نعذبوهم من حنوم وإفريقيا راه ساهل اللعب ديالها كلما كنت سريع كلما انت تغلبه كلما كنت بطيء كلما غتخسر في صناعة اللعب وكلما احترمتيهم هزك الضباب وهزك الماء وشعطك الضوء أسي وليد تقنى راسك تعلم من عند السي عموت راه عموت زايد عليك سنوات ضوئية واه جلس معاه أخويا أه سير جلس مع الدقيق أه سمع الدقيق قول أخويا اش واقع اش كاين تما واش عندك اش كتشوف اش بان لك اش كدا قلقب مع النابا صاحبي راك عذبتينا ومحنتينا وراه كنبغيوك هالمشكله مغربي ديالنا راه ما نبغيوش حنايا شي اجنبي يجي ما نبغيولوش الاجنبي غادي يجي الاجنبي ما عنده ما يعطي ما عنده ما يضيف ملي تشوف عموته وصلنا النهايه في كاس وغلب لك كليسمان وغلب لك بزاف ديال المدربين صافي صافي عندنا ملاعبيه حنا كاليتي زوينه عندنا بغينا ستاف مغربي قادر يعطي وانت قادر تعطيها صاحبي كيما علاش كتلعب خوف علاش ما فهمتكش علاش كتلعب الخوف اعطي 100% غلبتي صاف مزيان ما غلبتيش السلام وعاد الدفاع عندك زوين اعطي 100% مالك صاحبي شحال العافية دوز لا ماس دل الدم اطلق الزيت للموتور وعطيه الشحطة صاحبي كسير يا صاحبي انت مالك خوف انا صاحبي هكا تكونترولي مخلوع كتاكل في صبعانك تدور في عينك امر مدرب ديال موريتانيا شاعل العافيه بالغواز ويقول ملاعبي اشعل لي بغينا لاماس بغينا العافيه بالرجلين ترتق ويقول كيشوف اش كتشوف اش كتشوفها انت راه انت ورجوع له